عسلم. هلا بيه، جوك مريق؟ الحمد لله. عسلم لبيه، جوك مريق؟ قولي عسلم. عسلم لبس عليك. والله الحمد لله. ايش تعمل في تونس؟ شنو نعمل في تونس؟ نحوس بحض اصحابي وندور نعمل فيهم الكل. كنت في جربة؟ اي. موضوعنا اليوم، شنو الشهرية اللي تنجم توفر للشاب التونسي دار وكهرباء؟ يخدم على روحه، فهمتيني؟ يتوفر له كل شيء، المهم يخدم على روحه، أي حاجة يخدمها، النهار ما في عا، تخدم النهار ما في عا، هم تخدم بنكيجي، يخدم اللي تحب عليه أنت، فهمتي؟ توفر لك وإن شاء الله تتحل في وجهك. كيفاش ينجم الشاب التونسي يتصرف بذكاء باش يوصل اللي يحب عليه؟ والله باش نقول لك، أنت ومخه راه، العبد أنت ومخه، ما نجمش أنا نحكم عليه نقول له مثلا نفس موضوع برا بيع الكوكا، برا بيع الزطلة، برا يخدم على روحك. هذيك كل واحد وحيته، كل واحد ومخه، وإن شاء الله يسهل له ربي في خدمة باهية وحاجة باهية، يفرح أمه ويفرح أبويا. أنت كيفاش قاعد تتصرف؟ أنا نتصرف في كل شيء بمخي، نعيش بمخي، أنا فين يتيح الليل نبيت وننتج ونجيب فلوس ونعملهم الكل. كيفاش وين يتيح الليل تبيت؟ ما نعرفهاش هذي. نبيت شنو ما تعرفهاش، فين يتيح الليل نبيت؟ معناتها عادي جدا، نبيت في تونس ننتج نعملهم الكل. عندك شكون في تونس؟ عندي برشا، عندي ولاد عام. عندي ولاد عمي سمسن فوسي. هذا هو عندك اقارب في تونس؟ ايوه، ولد عمي سمسن فوسي يسجل لك لاي زاد. عنده استوديو، نمشي بحذاه، عندي اصحابي زاد من البودريه، فهمتي، من حي التضامن، من حي هليل، برشا اصحابي من حلق الويد زاد، نمشي نصر بحذاهم، نفدلك محليني مع العباد الكل. كلها تحبني وجوي مريق. معناها ترى في روحك ماشي في الطريق الصحيح. ماشي في الطريق الصحيح، بطبيعته العبد الانسان يحط روحه هو في الطريق الصحيح، فهمت، ما يحطش روحه في طريق غلط. كيفاش طريق غلط؟ طريق غلط ينجم هذاك يقول لك يجي معايا، ما تدريش انت على روحك، فهمتي؟ تدريش على روحك، يهزك للطريق غلط، يقول لك هاي مثلا نسكروا، هاي نعملوا اللي تصوروا انت في راسك، تهزك طفله بست موضوع طفل وانت ما تدريش على روحك، ماشي معاهم هكاك. نجم طفله تاثر على طفل وتهزه؟ تنجم، اما لازم كل خطوه بحسابها، تنجم تعمل له اي موضوع. كيفاش؟ تعملهم له الكل، تصوري في راسك انت، هاي حبي نسيكوا، هاي نسكروا. هو ماشي مهبول، زغرتوله في وذنه معناه. ايه ذاك اخويا مو الذيب، عندي انا ذاك مو الذيب، لازم هو يفكر قبل ما يمشي، قبل ما يعمل لك العامله هذيك، باش بعد ما يتسدس يحل في مواحل. هي عادي تتسايب، هو اللي علاش هي تتسايب؟ هي خاطرها طفله تجيب عليه الحق، عادي تقطع حوايجها تقول له بيك وعليك ويعدي ربطيه جو امريك. لهالدرجه سهله؟ لهالدرجه سهله، كيدهم عظيم، 16 ورجال 3، تفهمي فيا ولا؟ نفهم ولا لا؟ اي صحيح. صار موقف هكا قدامك؟ برش. احكي لي على المواقف اللي صاروا قدامك هكا. مواقف منهم مره هزت الطفله ذي، هزت طفل، قالت له اجا بحذين، كملوا ساري هربه من دارها، جتوا البنزارت عملوا دوره، عملوا قهوه، راحوا للدار، مشت امها للمركز، فهمتيني؟ تسمعي فيا. هزت وذي ما نقولكش عليها الطفله شكون، فهمت؟ ضرب عليها 15 وربي يخلص واحد. 15 سنه علاش؟ 15 سنه عليها هي، قالت له راه اغتصبني، وامها طلبت الفلوس، قالت له تعطيني 12 مليون تو انا نسامحك. والطفل مشي يعدي في ربطيته مسكين. شنو واخا؟ برشا حاجات اخرى تعرف، برشا اولاد تهزت، حسام يستاهل صغير يقول له اجا بحذايا نعملوا قهوه، يجوا نحوشوا اجا نكيف قد تحب 50، يعطيه اليوم 50 ويعطيه غدوه 100 ونهار الثالث يهز يعمل فيه اللي يحبه، فهمتيني؟ نجم يبعثوا حتى لاي انسان يقول له برا لذاك، فهمت؟ جيب لك القاضي ولا نعمل لك ولا نقدي لك، هو يخاف يجي كبير يقول لك مجرم، هو محير اسمه فمي اسم زرمة، المجرم في مخه والباندي في مكتوبه، يقول له ايجا هاي هذيك، هاي تجي امه وبايهم يمدولوش فلوس باش يمشي يتكيفوا مع هذاك ويسكر مع هذاك ويعملهم الكل. كيفاش تحمي في روحك؟ انا نحمي في روحي برشا حاجات، انا نحمي في روحي بالولاد وبالبنات زياده، كيدهم عظيم، انا قلت لك 16 وانا كيدي 20. كيفاش تحمي فيك طفله؟ انا كيف تحميني؟ برشا حاجات بالحنين، برشا مواضيع ما نجمش نقولهم لك، برشا ونجم نسلك روحي زياده، ونخدم بالبيسي زياده، بيسي وتابع حتى كيفاش تعمل موضوع نطبع لها تصويرتها وجاها مريق، يقول يزبد ود نفوس يزبد له الدوس. جريمه هذي. شنو هو جريمه؟ ما هي جريمه، هي باش تبعثني للحبس هاي. ماني انا نعيش هكاك اخوي، عادي هي تمشي نهار اخر المركز تقول له راه ذايب به وعليه، هاي هي بعثت لي، مانيش انا،
فهمتي؟ جاو امريك نخلصوا خلاصات، جاونا امريك الواحد واحد تفهم فيا ولي يعني نفهم. بروفيسيونير، بروفيسيونير ذكي في مخك، ومش اللي جيت تمشي معاهم، مش اللي جيت تحكي معاهم. ما دامك وصلت تكون هكايا معناها الا ما عشت حاجات. عشت خويا حاجات مع عباد كبار، خويا ما عشتهمش، خويا ما نكذبش عليكم في تونس ما عشتهمش في مطر. انا خويا جربي عرفت غوره، عرفت المان، خويا عرفت عباد كيف تتصرف ونخجر لهم من بعيد. كي نحب نحل عيني نحل عيني، وكي نحب نمد وذني نمد وذني. عرفت بنات اجانب؟ عرفت برشا خويا، ما احليهم برشا خويا، ما عندهمش هكا الريق. شنو تصوروا في راسك تلقيه، المهم مريقل تعيش راجل في الدنيا هذه، تعيش راجل تموت راجل. مش صبيه بتلقيه صبيه تحت حيط باش ياخذ 200 دينار وبعد يذلوه. احنا دايما نحبوش نوصلوا له. معناها عشت قصه حب مع اجنبي؟ والله برشا ما نكذبش عليك، وغادي برشا قصص حب، برشا قصص. يا بس موضوع تلعب لها مع ولدها صغيره كيتي تحبك وتحطك فوق راسها وعينها وتطلعك وجوك بها محليه ست اجير. وشنو رايك في تونسيه؟ تونسيه اخويا وش نقول لك، دي باش نحكي لك، ديما تبقى بنت بلاد، وديما حتى كي باش تعرس تعرس التونسيه بنت بلادك، فهمت؟ اما اخويا انت ومصيرها، انت وساقيك فين تحطها، فين تركزها، فهمت؟ وديما نقول لك زاد مش كله بنات حرام، ولا فما البنات الحلال فما بنات الحرام زاد. اللي يعرضوك انت شنو؟ انا يعرضوني برشا من البنات الحرام من البنات الحلال، ونعرف فين نتصرف معاه، نعرف تصرف فيه. وعلاش ما كملتش معاه؟ كيفيه؟ علاش ما كملتش؟ ما كملش معاهم، انا ناخذ اما ما نمدش الكلام، ناخذ الكلام اما ما نمدش الكلام. بالك انت قلوقي هكا وتحب ديما تبدل البنات؟ مانيش قلوقي، انا نسمع كلمتين فوق بعضهم غالطين هز روحي ونمشي. هي تقول لك بيك وعليك وتبدا تحكي معاك، فهمت؟ وهاني نسكن في تونس توا، وليت وليت في بنزرت، وهي جات لي فاليز تقول بي ام اكس كركر فيها، هذا كان جات فيها 50 مليون، وتقول لك راني ما ناكلش في الدار وبابا ما يعطينيش، تكمل معاه هذا تسربها لهذا وتسربها لهذا. امين انا قاعد معاهم الكل نصمر في الكليه، حتى قاوتي ما نحطيهاش بحذايا، منجها معايا نحطوا لك البخوخ. ينجموا ينجموا يعملوها برشا بنيه تعمل فيها، ونشوف فيهم انا بعيني. تنجم تعملها لك في ابسط موضوع، تدي مصاحبه واحد تعملها لك حاشيك في بقعه ما تصير. وعلاش تعملها؟ نغرى منه عادي، تحب تنحي له فلوس ودي تقلقه، كيما يقلقها يعز ذيب هو تلقيه يقلقها. خويا تعمل له اللي تحب عليه، هي تتحكم فيه في ابسط موضوع، في فلوسه، في كرهبته، مع مرته، ما هم تحب التال، يا انا يا انت، كيدهم عظيم 16، وافهمي انت. لها الدرجة ماكش عاتي ثقة في حتى طفلة؟ والله ما نكذبش عليك، انا ما نعطيه الثقة، خويا اللي عاملني بالباهي نعامله بالباهي خويا، اما ديما خويا عيني، ديما عيني، قلت لك كيما نحب نمد عيني، كيما نحب نمد وذني، وربي معاها هذيك حياتها، ما وصلت ليش لي انا، وصلت لي خويا طبق بالقانون خويا. عندي قانون عالمي وما نتسدش فيه زياد، خاطرني نعيش بمخي. فما مواضيع يصيروا هكا في جربه زاده؟ فما برشا ما مع القوره خويا، هذوكم قوره ما قرنوش بالقوره بالعرب، خاطر هي عادي تخرج لك زاده بسليب امريكان عادي وتحاول تعملهم الكل، وهم ماك تعرف يهود واحنا مسلمين، فهمت؟ خويا وربي يهديهم خويا زادهم.